السلام عليكم، ازيك شباب؟ ايه الاخبار؟ نبدا كلامنا باللهم ارزقنا الاخلاص في النيه والسداد والتوفيق في القول والعمل. بسم الله. ان شاء الله النهارده محاضرتنا بعنوان الفيرال ريبليكيشن. كنا اتفقنا الحصه اللي فاتت ان الفيروس ما بيعرفش يعمل اي حاجه لوحده ومحتاج يروح لخليه هي اللي تخدم عليه، وكنا قلنا ان الفيرال ريبليكيشن مش زي البكتيريا ريبليكيشن، مش زي ان الفيروس الواحد هيبقى اتنين، لا، احنا عندنا الفيروس بيروح لخليه يخليها هي اللي تصنع له فيروس جديده. طيب دلوقتي الفيروس هيروح للخليه يخليها تصنع له فيروسز، طيب كل واحد منهم عليه ايه؟ يعني كل واحد منهم بيقدم ايه في العمليه دي؟ احنا عندنا الفيروس كل دوره في الموضوع ده ان هو يروح يدي للخليه الجينوم بتاعه، الدي ان ايه او الار ان ايه، يقول لها اتفضلي هي دي المعلومات اللي انت محتاجاها علشان تنتجي لي فيروسز جديده. طيب بالنسبه بقى للخليه، والله الخليه عليها كل حاجه تانية، يعني هي عليها توفير اولا الطاقه الانرجي اللي هي محتاجاها في العمليه دي، كمان هي عليها توفر المصانع والمكن السينثيتك ماشينري علشان تصنع بيه الكومبوننت بتاعت الفيروسز، كمان هي عليها توفير المنتجات الاوليه اللي هيتم التصنيع منها الكومبوننتس دي، يعني هي عليها توفير اللو مولكيولر ويت بريكرسرز اللي منها هتصنع الكومبوننتس بتاعت الفيروس. يعني الفيروس معلوش انه غير ان هو يقدم الجينوم، لكن الخليه عليها الطاقه وعليها المكن والمصانع وكمان عليها المنتجات الاوليه. طيب احنا دلوقتي الفيروس راح للخليه عشان تصنع له فيروسز، ايه مصير الخليه؟ يعني هل الخليه هتموت ولا هتعيش؟ وهل اصلا دايما الموضوع بيمشي زي ما احنا متوقعين والفيروس او الفيروسز الجديده هيتم انتاجها ولا لا؟ اولا بالنسبه للخليه، فالخليه ممكن تموت وممكن تعيش على حسب. ساعات الفيروس بيدخل للخليه والخليه بتسخر كل مجهودها للفيروس ده، يعني الخليه بتوقف الميتابوليزم بتاعها خالص، بتوقف احتياجاتها، بتهمل نفسها وبتوفر او بتبذل كل مجهودها تجاه الفيروس وتجاه انتاج فيروس جديده، وهنا الخليه هتموت. اما بقى في بعض الخلايا ممكن ان الفيروس يجي لها وهي هتنتج فيروس جديده وهتخدم على الفيروس، ولكن مش هتهمل نفسها، هي الميتابوليزم بتاعها مش هيتاثر قوي، وهنا الخليه هتعيش. يبقى الخليه معاها الاوبشنين، هل هي هتدي 100% من طاقتها للفيروس وهنا هتموت، ولا مش هتهمل نفسها والميتابوليزم بتاعها مش هيتاثر قوي وهنا هتعيش. طيب بالنسبه بقى للفيروسز، هل دايما بيتم انتاج فيروسز ولا في اوبشنز ثانيه؟ احنا عندنا ثلاث انواع من الانفكشن، عندنا حاجه اسمها برودكتيف انفكشن، حاجه اسمها ابورتيف انفكشن، وحاجه اسمها ليتنت انفكشن. اولا البرودكتيف انفكشن، برودكتيف معناها ان الامور مشت زي ما احنا متوقعين وتم انتاج فيروسز جديده، حصل برودكشن لنيو بروجيني، وبروجيني دي معناها الفيروسز الجديده، يبقى برودكتيف انفكشن دي انفكشن تم انتاج فيها فيروسات جديده. وهنا بنقولوا على الخليه دي بيرميسيف سيل، بيرميسيف معناها ان هي فيها الامكانيات انها تخدم على الفيروس. طيب تاني اوبشن ان هي تكون ابورتيف انفكشن، وابورتيف اللي هي زي ابورشن، احنا عندنا ابورشن معناها اجهاض، يعني مفيش ولد او ما حصلش ولاده، مفيش انتاج، وبرضه في الابورتيف هنا مفيش فيروسات جديده، يعني نو بروجيني، لم يتم انتاج فيروسات جديده. طيب ليه؟ والله العيب ممكن يكون في الخليه او ممكن يكون في الفيروس. ممكن الخليه نفسها تكون نون بيرميسيف، يعني ما فيهاش الامكانيات ان هي تخدم على الفيروس ده، او ممكن تكون المشكله في الفيروس ان هو ديفكتيف. مش احنا خدنا الحصه اللي فاتت الديفكتيف فيروسز هي فيروسز بيبقى الجينوم بتاعها ناقص، ما بتبقاش قادره ان هي لوحدها تصنع الكومبوننت بتاعتها، زي الهيباتايتس دي بيبقى محتاج معاه هيباتايتس بي. فاحنا عندنا لو ديفكتيف فيروس لوحده مش هيتم انتاج فيروسز جديده لان الجينوم بتاعه ناقص، يبقى الابورتيف مفيش بروجيني جديده. ثالث اوبشن بقى هو الليتنت انفكشن. ليتنت انفكشن دي معناها ان احنا عندنا الفيروس دخل اداها الجينوم بتاعه، ممكن تكون ما انتجتش بروجيني خالص، وحتى لو انتجت هيبقى قليل. طيب ايه فرقها عن اللي فوق؟ فرقها ان في حاله الليتنت الجينوم هيفضل موجود جوه الخليه دي، بيبقى اسمها ليتنت انفكشن، والجينوم موجود خلاص وممكن يقعد كام سنه جوه الخليه وبعد كده يبقى يعمل انفكشن تاني، يبقى ينتج فيروسات جديده ويطلع بقى يعدي خلايا تانيه. يبقى احنا كده عندنا ثلاثه اوبشن، اول اوبشن هو برودكتيف ان في بروجيني جديده بيتم انتاجها، في فيروسات جديده. تاني اوبشن هو الابورتيف ان احنا عندنا مفيش بروجيني جديده، مفيش فيروسات، وده بيبقى يا اما مشكله في الفيروس ديفكتيف، او ممكن المشكله في الخليه نون بيرميسيف.
ثالث اوبشن هي الليتنت انفكشن، ان احنا عندنا الفيروس اداها الجينوم بتاعه وممكن تكون انتجت بروجيني او ممكن تكون ما انتجتش. مش ده الهدف من الانفكشن دي، الهدف ان الجينوم يفضل موجود في الخليه، يفضل قاعد براحته وممكن توصل سنين وبعد كده يبقى ينتج بقى فيروسز جديده ويرجع يعمل الانفكشن من اول وجديد. ان احنا عندنا الجينوم بيفضل موجود والخليه هي كمان بتسرفايف، فاحنا عندنا في الخليه دي هيفضل فيها الجينوم ممكن سنين وبعد كده يبقى يعمل انفكشن. طيب ده كده بالنسبه لي ايه هي الاوبشنز بتاعه الفيروس. خلينا بقى ناخده عمليه الريبليكيشن. عمليه الريبليكيشن دي ايه الخطوات بتاعتها واحده واحده. اول خطوه معانا هي الريكوجنيشن اند اتاتشمنت، وخلينا ناخده على السبوره. احنا عندنا دي كده الخليه بتاعتنا، والخليه دي هنقوله ان دي كده النيوكليوس بتاعتها، والخليه دي مثلا عليها ريسبتور هنا، وفي فيروس موجود هنا. ادي مثلا ادي الجينوم بتاعه، وادي الكابسيد، احنا عندنا ده كده نيكد فيروس، يعني احنا هنحتاجهم نفرقوا بين النيكد والانفلوبد في بعض النقط، ولكن في حاجات هما مشتركين فيها. فاحنا كده عندنا ده النيكد فيروس، تمام. النيكد فيروس ده بيبقى عليه من بره مثلا ريسبتور، ده كده الفاب. دلوقتي الفيروس ده داخل وماشي براحته، وبعد كده قابل الخليه اللي عليها الريسبتور اللي بيماتش مع الفاب بتاعه. يعني عملية الريكوجنيشن بتتم لما يحصل رياكشن، لما يحصل تعارف ما بين الفاب اللي هو موجود على الفيروس والريسبتور اللي موجود على الخلية، تمام؟ الاتنين دول هيتعرفوا على بعض. طبعا زي ما اتفقنا الفاب موجود على الاوتر موست لاير، سواء موجود على الكابسيد في حالة النيكد فيروس او موجود على الانفلوب في حالة الانفلوبد فيروس. فاحنا عندنا دلوقتي الخليه وهي ماشيه الفاب قابل الريسبتور بتاعه او الريسبتور اللي هيماتش معاه، كده حصل ريكوجنيشن. تاني حاجه هيحصل اتاتشمنت، ان الاثنين دول هيمسكوا ببعض، الفاب والريسبتور. هو اصلا فاب اختصار لفيرال اتاتشمنت بروتين، يبقى ده البروتين اللي بيعمل اتاتشمنت. يبقى احنا عندنا ده كده هيجي، يعني الفيروس كله هيقرب طبعا وهيمسك في الريسبتور بتاعه، يبقى كده حصل اتاتشمنت. يبقى احنا الاول ريكوجنيشن، والريكوجنيشن ده ان الفاب يتعرف على الريسبتور بتاعه، وبعد كده اتاتشمنت ان الفاب يمسك في الريسبتور بتاعه. يعني عمليه الريكوجنيشن والاتاتشمنت هي وظيفه الفاب، هو اللي مسؤول عن العمليه دي، هو الموضوع كله بيدور حواليه. يبقى كده ما تستغربش لو جيت قلت لك ان احنا عندنا الفاب هو اللي بيكنترول اولا التشو تروبيزم. تشو تروبيزم يعني ايه؟ يعني الفيروس بيحب انه تشو. مثلا الهيباتيتس فيروسز، هي اشمعنى بتعمل هيباتايتس؟ يعني هي ليه ما تعملش مثلا حاجه زي الانكفالايتس؟ اشمعنى بتحب الليفر؟ علشان الفاب بتاعها الريسبتور بتاعه موجود في الليفر، وبالتالي الفاب هو اللي بيتحكم في الفيروس ده هيحب انه تشو، هيحب يروح لانه تشو، هيعمل مشكله فين. يبقى احنا عندنا اول حاجه الفاب بيتحكم في التشو تروبيزم، في الفيروس هيروح لمين. ثانيا هو اللي بيتحكم في حاجه اسمها الهوست رينج. هوست رينج معناها الفيروس ده بيعدي الانسان بس، ولا مثلا بيعدي الانسان والحيوان، ولا بيعدي القوارض كمان. على اساس مين؟ على اساس الفاب. هل مثلا الحيوان ده الخلايا بتاعته فيها ريسبتور للفاب ولا لا؟ لو الفاب ما عندوش ريسبتورز في الحيوان ده خلاص مش هيقدر يعديه، لكن لو لقى ان الحيوان ده فعلا عنده الريسبتورز بتاعته هيروح يعديه. يبقى احنا عندنا الخطوه دي الفاب هو اللي بيعملها، والفاب بيتحكم اولا في التشو تروبيزم، هو بيحب انه تشو على حسب الريسبتور بتاعه فين. ثانيا الهوست رينج، هل هو بيعدي انسان بس ولا انسان وحيوان، على حسب الكائنات التانيه دي عندها الريسبتور بتاعه ولا لا. ده كده بالنسبه لي اول مرحله هي ريكوجنيشن اند اتاتشمنت. تاني خطوه في السايكل بتاعه الريبليكيشن هي بينتريشن اند انكوتنج. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي احنا عندنا خلاص احنا مسكنا بالفاب في الريسبتور بتاعنا، وحاليا عايزين ندخله الجينوم ده جوه علشان يحصل الانتاج الفيروسات الجديده. فاول خطوه هي البينتريشن، ان احنا ندخله الفيروس ده جوه. طب العمليه دي بتتم ازاي؟ والله قال لك ممكن تتم بثلاث طرق. اول طريقه حاجه اسمها دايركت بينتريشن، ان احنا عندنا الفيروس ده هيجي داخل دايركت جوه
الخليه دي، يعني احنا عندنا ده كده اهو هيجي داخل على طول بقى موجود هنا. يعني هو عشان طبعا الرسمه هو جه مسك هنا وبعد كده راح جاي وداخل اخترق دايركت بنتريشن ودخل جوه الخليه. دي اول طريقه. تاني طريقه ان هو يدخل بحاجه اسمها ريسبتور ميدييتد اندوسايتوزس، ان يجي ريسبتور يخدم عليه وياخده ويدخله. دي تاني طريقه ريسبتور ميدييتد اندوسايتوزس، برده نفس الفكره الفيروس هيجي داخل هنا. تالت حاجه او تالت اوبشن ان هو لو كان انفلوب دي فيروس. طب لو كان انفلوب دي فيروس ايه اللي هيحصل؟ خلينا نرسموها جنبه. يبقى ده كده النيكد فيروس، احنا عندنا هنا ده كده هنرسمه فيروس هنا انفلوب جينوم، وبعد كده عندنا الكابسيد، وبعد كده عندنا هنا الانفلوب. وطبعا الانفلوب هنا هو اللي هيبقى عليه الفاب. طيب خلينا افكرك ان احنا عندنا الانفلوب ده هو هو السيل ممبرين. احنا اتفقنا ان احنا عندنا الانفلوب بتاع الفيروس من نفس المكونات بتاعه السيل ممبرين، لان هو اصلا بيشتق منه وهنعرفه بيشتق منه ازاي. طيب الخليه هتيجي تقول لك طب طالما ده نفس الماده بتاعتي نفس المكونات بتاعتي ما تجيبه لي استفاد بيه، ما الخليه تاخد الانفلوب ده. فاللي هيحصل ايه؟ يعني احنا هنا هنفترض ان خلاص الفاب مسك في الريسبتور بتاعه، ايه اللي هيحصل؟ ان دول كده هيجوا يقربوا من بعض، الممبرينز نفسها هتقرب من بعض. الخطوه اللي بعد كده ان الاثنين دول هيفتحوا على بعض، وبعد كده هيبدا الخليه توسع خالص وتدخل الفيروس جواها او تدخل الكابسيد جواها. يبقى احنا كده ده الانفلوب التحم مع السيل ممبرين، لان هما الاثنين من نفس الماده، هما الاثنين نفس الكومبوننتس اصلا، تمام؟ فاحنا عندنا الاثنين هيلحموا وبعد كده يفتحوا على بعض وتوسع دي علشان الكابسيد او النيوكلي كابسيد ده او الكابسيد يدخل هنا يبقى بالمنظر ده. يعني احنا عندنا ده كده هيجي هنا نمسحه ده، والممبرين زي ما اتفقنا هيوسع، يعني هو بدل ما كان كده هيبقى مثلا الخلايا بتاعتي هتكبر، الممبرين بتاعها هيزيد، هيبقى بالمنظر ده. هيبقى كل ده السيل ممبرين، تمام؟ يبقى كده دي كده عملية البنتريشن. عندنا حاجة من ثلاثة، يا إما دايركت بنتريشن أو حاجة اسمها ريسبتور ميدييتد اندوسايتوزز، إن يجي ريسبتور يخدم عليه ويمسكه يدخله، أو تالت حاجة لو انفلوب دي فيروس إن الممبرين أو الانفلوب يلتحم مع السيل ممبرين وبعد كده يفتحوا على بعض والنيوكلي كابسيد يدخل او الكابسيد بالجينوم يدخلوا ويبقوا بالمنظر ده، وانا كده زودت السيل ممبرين. يبقى دي كده اول خطوه البنتريشن. ثالث حاجه حاجه اسمها انكوتنج. انكوتنج يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي الكابسيد محاوط الجينوم، في الحالتين سواء في حاله الانفلوب دي فيروس او في حاله النيكد فيروس، في الحالتين انا بوصل ان انا عندي جوه جينوم ومحاوط بيه الكابسيد. طيب هل هو هيفضل محاوطه كده؟ قال لك لا، هيحصل انكوتنج، ان الجينوم هيتحرر من الكابسيد بتاعه. تمام؟ هي دي فكره الانكوتنج، ان انا عندي الجينوم بيتحرر من الاوتر ستراكشرز اللي حواليه علشان يروح وبعد كده تبدا عمليه انتاج البروتين. يبقى احنا عندنا في العمليه دي خلاص الكابسيد هيطلع من بره، هيسيب الجينوم، والجينوم هيجي عنده حاجه من اثنين. يا اما لو كان دي ان ايه هيروح للنيوكليوس دي ان ايه، او لو كان ار ان ايه هيطلع بره، هيفضل بره في السيتوبلازم. طبعا احنا عندنا الفيروس يا اما دي ان ايه يا اما ار ان ايه، الاثنين دول ما بيبقوش موجودين مع بعض، انا بس راسبهم علشان نبقوا عارفين هيروحوا فين. يبقى احنا كده عمليه البنتريشن حصلت، بعد كده انكوتنج ان احنا عندنا الكابسيد ساب الجينوم والجينوم هيروح للمكان اللي هيتم فيه انتاج منه ام ار ان ايه او علشان نصنع بروتين يعني، تمام؟ فانا عندي الجينوم لو كان دي ان ايه هيروح على النيوكليوس، لو نشيله دي يبقى انا كده عندي دي النيوكليوس وجواها الدي ان ايه. او لو كان ار ان ايه فيروس، الار ان ايه هيفضل موجود بره في السيتوبلازم. ولكن خليني اقول لك ان في اكسبشن في حته الدي ان ايه ده. كل الدي ان ايه فيروس بتبعت الجينوم بتاعها على النيوكليوس ما عدا البوكس فيروس. البوكس بيفضل موجود بره، يعني ده هنا البوكس فيروس
مع انه دي ان ايه فيروس، ولكنه هيفضل موجود بره في السيتوبلازم، مش هيبعت الجينوم بتاعه للنيوكليوس، هو بيحب يعمل ريبليكيشن بره. تمام، يبقى احنا كده خلصنا عمليه البنتريشن والانكوتنج، وقلنا البنتريشن بيتم يا بدايركت بنتريشن يا اما اندوسايتوزيس يا اما فيوجن لو كان انفلوبد فيروس. طيب كل بقى الجينوم هيروح فين، او بتحصل عمليه الانكوتنج والكابسيد بيفك عن الجينوم، والجينوم هيروح للمكان اللي هيتم فيه عمليه الترانسكريبشن. والله لو كان ار ان ايه هيفضل في السيتوبلازم، لو كان دي ان ايه هيروح على النيوكليوس، ما عدا البوكس فيروس، هو دي ان ايه فيروس ولكنه هيفضل في السيتوبلازم بره. هندخل على ثالث خطوه وهي الماكروموليكولار سينثيسيس فيز، المرحله اللي انا بصنع فيها الماكروموليكيولز زي البروتينات، او اللي بنسموها الاكليبس فيز. هي دي المرحله اللي الخليه هتبدا تدي مجهودها او تحط مجهودها في تصنيع الكومبوننتس بتاعه الفيروس. طيب الخطوه دي بتتم على كام خطوه، يعني في كام مرحله؟ احنا عندنا بشكل رئيسي هما مرحلتين، الترانسكريبشن والترانسليشن. فكك من الفيروس خالص، خلينا نتكلموا عليا انا. انا دلوقتي الخليه بتاعتي لو ما فيهاش فيروس والخليه عايزه تنتج بروتين، بتعمل ايه؟ والله انا دلوقتي الجينوم بتاعي دي ان ايه، فاللي بيحصل ان الدي ان ايه بيكون موجود في النيوكليوس، وفي انزيم في النيوكليوس اسمه دي ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليميريز. ار ان ايه بوليميريز يعني هيصنع لي ار ان ايه، او هنا هيصنع لي ام ار ان ايه، ماسنجر ار ان ايه. دي ان ايه ديبندنت معناها انه هيستخدم الدي ان ايه، يعني الانزيم ده دي ان ايه ديبندنت. ار ان ايه بوليميريز معناه ان هو هيستخدم الدي ان ايه لانتاج ام ار ان ايه، الانزيم ده هيجي يشتغل على الدي ان ايه بتاعي وهينتج لي الماسنجر ار ان ايه. عملية إنتاج المسنجر ار ان ايه ده اسمها ترانسكريبشن، الخطوة دي اسمها ترانسكريبشن. بعد كده الام ار ان ايه هيطلع وهيروح بقى في السيتوبلازم لمصانع البروتين وينتج البروتين. فخطوة ان الام ار ان ايه يتم انتاج منه بروتين اسمها ترانسليشن. يبقى ترانسكريبشن هي تحويل الجينوم بتاعي الى ام ار ان ايه، وترانسليشن هي تحويل الام ار ان ايه الى البروتين. وخلينا افكرك ان انا الام ار ان ايه بتاعي بوزيتيف سنس. طيب تعالى بقى ننقله على الفيروس بتاعنا. احنا عندنا كام اوبشن؟ والله احنا عندنا اوبشنين، الفيروس بتاعي يا اما يكون دي ان ايه فيروس يا اما يكون ار ان ايه فيروس. طيب سيبك من الار ان ايه دلوقتي، امسك لي في الدي ان ايه فيروس. احنا اتفقنا ان الدي ان ايه فيروسز بتبعت الجينوم بتاعها ان هو يروح يدخل جوه النيوكليوس، لان الانزيمز اللي هتشتغل عليه وهتنتج منه ام ار ان ايه موجوده في النيوكليوس. فاللي هيحصل ان انا عندي الدي ان ايه بتاع الجينوم وصل للنيوكليوس وهيشتغل عليه الانزيم اللي انا لسه قايل لك عليه اللي هو الدي ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليميريز. خلينا افكرك ان ده سيلولار بوليميريز، يعني ده بتاع الخليه. الفيروس هيروح هيستخدم الانزيم بتاع الخليه، ليه؟ لان هو دي ان ايه شبه الدي ان ايه اللي موجود عندها، فهيستخدم الانزيم بتاعها اللي هو دي ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليميريز، هيصنع ام ار ان ايه باستخدام الدي ان ايه بتاع الفيروس واللي هو سيلولار بوليميريز، هو بتاع الخليه. طيب الخطوه دي اسمها ايه؟ ترانسكريبشن، وهيتم انتاج ام ار ان ايه اللي هو بوزيتيف سنس عادي جدا، وبعد كده الام ار ان ايه ده هيطلع يروح للمصنع ويصنع بروتين، والخطوه دي اللي هي الترانسليشن. يبقى بالنسبه للدي ان ايه فيروس، الدي ان ايه موجود في النيوكليوس ما عدا البوكس فيروس، ده بيعمل ريبليكيشن بره في السيتوبلازم مع انه دي ان ايه فيروس مالناش دعوه بيه. المهم الدي ان ايه فيروس بتروح على النيوكليوس وبيشتغل عليها السيلولار بوليميريز اللي هو دي ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليميريز، وبعد كده هينتج ام ار ان ايه والخطوه دي اسمها ترانسكريبشن، وبعد كده الام ار ان ايه هيطلع على المصانع ينتج لي بروتين ودي الترانسليشن. طيب تاني اوبشن بقى ان هو يكون ار ان ايه فيروس، والله الاوبشن ده عندنا حاجتين، يا اما يكون بوزيتيف سنس يا اما يكون نيجاتيف سنس، اتفقنا على كده. طيب السنجل ستراندد ار ان ايه فيروس ده لو كان بوزيتيف سنس هيعمل ايه؟ والله مبدئيا الار ان ايه كده كده موجود في السيتوبلازم، مش بيدخل النيوكليوس، تمام، هو كده كده بره في السيتوبلازم. وخلينا افكرك ان احنا اتفقنا ان البوزيتيف سنس ار ان ايه هو نفس الاتجاه بتاع الام ار ان ايه بتاع الخليه، وبالتالي انا مش محتاج اعمل له ترانسكريبشن، مش هعدي بمرحله الترانسكريبشن دي خالص، لا انا هروح هستخدمه كانه ام ار ان ايه لان هو اصلا بوزيتيف سنس، وهيروح دايركت على المصانع يعمل ترانسليشن ينتج بروتين. تمام، ده بالنسبه للبوزيتيف سنس ار ان ايه. النيجاتيف سنس ار ان ايه ده بقى ايه الدنيا؟ والله النيجاتيف سنس ار ان ايه مش هينفع يعمل زي البوزيتيف سنس لان هو اتجاهه مختلف، وبالتالي انا محتاج اعمل له ترانسكريبشن، محتاج انتج من النيجاتيف سنس ار ان ايه ده بوزيتيف سنس ام ار ان ايه. هتقولي سهله، مش احنا عندنا انزيم فوق اشتغل على الدي ان ايه حوله لام ار ان ايه؟ هقول لك اه،
ولكن هو كان اسمه دي ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليميريز، هو انزيم بيصنع ام ار ان ايه من دي ان ايه. احنا ما عندناش في خلايانا ار ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليميريز، يعني حاجه تصنع ام ار ان ايه من ار ان ايه، ده مش عندنا، تمام؟ الانزيم ده مش عندنا. طب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الفيروس كان عارف وهو شايل معاه انزيم اسمه ار ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليميريز، يعني النيجاتيف سنس ار ان ايه دي شايله معاها وهي ماشيه في الكبسيد. لو فاكر اما قلنا ان من وظائف الكبسيد ان هو بيعمل باكجنج، بيبقى شايل معاه بعض الانزيمز. فاحنا عندنا النيجاتيف سنس ار ان ايه بتستخدم الانزيم اللي هي جايباه معاها الار ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليميريز علشان تنتج ام ار ان ايه بوزيتيف سنس، اللي هي الخطوه دي كده اللي هي ترانسكريبشن. وهنا هي استعملت فايرال بوليميريز الانزيم بتاعها، خلاص هي انتجت بوزيتيف سنس ام ار ان ايه، هيروح على المصنع ينتج بروتين يعمل ترانسليشن. يبقى احنا كده عندنا، نعمل ريكاب سريع على الخطوه دي، احنا عندنا اوبشنين، يا اما الفيروس دي ان ايه يا اما الفيروس ار ان ايه. والله لو دي ان ايه هو هيروح دايركت على النيوكليوس وهيستخدم الانزيم بتاع الخليه اللي هو دي ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليميريز، والانزيم ده هيشتغل عليه ويعمل ترانسكريبشن وينتج لي ام ار ان ايه، والام ار ان ايه يطلع على المصانع وينتج لي بروتين اللي هي عمليه الترانسليشن. طب لو كان ار ان ايه، والله انا عندي الار ان ايه ممكن يكون بوزيتيف سنس ونيجاتيف سنس، الاسلك البوزيتيف سنس، بوزيتيف سنس هو بوزيتيف وبرده الام ار ان ايه بتاعنا بيبقى بوزيتيف سنس، وبالتالي هو مش محتاج يعمل ترانسكريبشن، مش محتاج يتحول لام ار ان ايه، وبالتالي هو هيروح دايركت يشتغل كانه ام ار ان ايه وينتج لي بروتين على طول، خطوه الترانسليشن. الحوار كله في النيجاتيف سنس ار ان ايه، هو مش هينفع يعمل زي البوزيتيف سنس لان هو نيجاتيف سنس، فبيعمل ايه؟ محتاج يصنع بوزيتيف سنس ام ار ان ايه، ولكن الخليه بتاعتي ما فيهاش ار ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليميريز، وبالتالي هو محتاج يبقى شايل معاه الانزيم بتاعه الار ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليميريز اللي هينتج او اللي هيحول او هينتج من النيجاتيف سنس ار ان ايه بوزيتيف سنس ام ار ان ايه. يبقى دي كده خطوه الترانسكريبشن، وبعد كده الام ار ان ايه ده هيروح ينتج لي بروتين واللي هي خطوه الترانسليشن، تمام؟ ده كده بالنسبه لي اللي بيحصل. طيب مين بيحصل بدري ومين بيحصل متاخر؟ يعني احنا عندنا انتاج البروتين، احنا عندنا بروتينات كتير في الفيروس، ففي بعضهم بيحصل بدري بيبقى حاجه اسمها ايرلي فيز، وفي بعضهم ليت، يعني ايرلي ترانسكريبشن وترانسليشن وليت ترانسكريبشن وترانسليشن. في الاول ايرلي بدري بيتم انتاج البوليميريزز والريجيلاتوري بروتينز، يعني بين قوسين كده النون ستراكشرال بروتينز، يعني البروتينات الفانكشنال، حاجه زي البوليميريز، والبوليميريز ده اللي احنا لسه جايبين سيرته فوق اللي الفيروس بينتجه علشان لما يروح يحتاج يعمل ريبليكيشن ويحتاج يعمل ترانسكريبشن لنيجاتيف سنس ار ان ايه يبقى محتاجه، تمام؟ هو بينتجه في العمليه دي، وكمان بينتج بعض الريجيلاتوري بروتينز، البروتينات اللي بتعمل ريجيليشن للخطوات بتاعه الفيروس عامه، تمام؟ هي دي كده الايرلي ترانسكريبشن وترانسليشن. طيب ليه ترانسكريبشن وترانسليشن؟ يعني متاخر بقى هينتج ايه؟ والله اولا هينتج النيوكليك اسيد، مش انا هنتج فيروسز جديده، ما هي الفيروسز الجديده دي كل واحد هيبقى محتاج جينوم، فانا محتاج اصنع لهم لكل واحد جينوم، فانا هنتجهم في الليت ترانسكريبشن وترانسليشن. كمان هنتج الاستراكشرال بروتينز، البروتينات بقى بتاعت الاستراكشر بتاعت الكبسيد هيتم انتاجها في الخطوه دي. كمان الفيروس بينتج بعض الانزيمز وبعض البروتينات اللي هيحتاجها وهو طالع من الخليه، وهو طالع بيبقى محتاج بعض الانزيمز والبروتينات هو بينتجها برضه في الليت فيز. يبقى احنا كده عندنا ايرلي في الاول بينتج نون ستراكشرال بروتين بوليميريزز وريجيلاتوري بروتين، لكن ليت اولا بينتج نيوكليك اسيد، ثانيا بينتج ستراكشرال بروتينز، ثالثا بينتج بعض البروتينات وبعض الانزيمز اللي هيحتاجها اثناء عمليه الريليز. خلينا اقول لك ان البروتين مش لازم يطلع جاهز، يعني مش لازم يطلع من عمليه الترانسليشن دي جاهز للاستخدام، لا، فاحنا عندنا البروتينات بتنتج على هيئه لارج بولي بروتين، يعني بروتينات كتير لازقه في بعض، فبحتاج ان انا اكسر او اقطعهم عن بعض عشان كل بروتين يبقى لوحده ويستخدم لوحده، تمام؟ طب بستعمل انزيم ايه؟ والله بستعمل بروتيزز، ممكن استعمل فيرال بروتيزز او استعمل السيلر بروتيزز عادي، ممكن يكون جاي مع الفيروس نفسه او جاي من الخليه، الاثنين بستعملهم عادي، تمام؟ يبقى انا كده لو لارج بولي بروتين هحتاج اكسره بالبروتيزز، او ممكن البروتين بعد ما تم انتاجه بيبقى محتاج بعض الموديفيكيشن، في بعضهم بيبقى محتاج فوسفوريليشن، بعضهم محتاج لايكوزيليشن، ايا يكن، في بعضهم بيبقى محتاج بعض التعديلات. يبقى احنا عندنا ثالث خطوه هي الاكليبس فيز، الخطوه اللي بيتم انتاج فيها البروتينات، والبروتينات مش لازم تطلع جاهزه، ممكن تطلع كبيره محتاجه اقطعها، او ممكن تكون محتاجه بعض التعديلات زي الفوسفوريليشن او الجلايكوزيليشن.
رابع مرحلة وهي المورفوجينيسيز أو الأسمبلي، يعني دلوقتي أنا أنتجت المكونات بتاعة الفيروس، هبدأ أجمعها عشان أنتج الفيروسز بتاعتي. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي أنتجت نيوكليك أسيد، يبقى أنا الجينوم بتاعي جاهز. أنا أنتجت خلاص الاستراكشرال بروتينز اللي هي البروتينات بتاعة الكبسيد، الكبسيد بوليبيبتايد، خلاص جمعهم، حط الجينوم في الكبسيد، يبقى أنت كده أنتجت الفيروسات الجديدة، أنتجت البروجيني الجديدة بتاعتي. اخر مرحله والخامسه وهي الريليز، ان انا بقى اطلع الفيروسات دي. هنشوفها على السبوره. دلوقتي احنا كده خلاص جمعنا، ادي الجينوم وادي الكبسيد، هي دي عمليه المورفوجينيسيس. فخلاص انا بقى عايز اعمل ريليز. احنا عندنا نوعين من انواع الفيروسز، عندنا نيكد وعندنا انفلوب، فده هيطلع بطريقه غير ده. هنفترض مثلا ان ده كده نيكد فيروس، وطالما هو نيكد فيروس فهو محتاج الجلايكوبروتينز بتاعت السطح او اللي هو الفاب، يعني هيبقى موجود على الكبسيد، يبقى انا محتاج احط له الفاب خلاص على الكبسيد اهو. ده كده الفاب بتاعه. فاللي هيحصل ان انا مثلا لو افترضت ان كل دول نيكد فيروسز كلهم هيتحط عليهم الفاب بالمنظر ده وهم جوه، وبعد كده هيحصل لايزز للخليه، الخليه دي خلاص هتتحلل والفيروسز دي هتمشي. بس خلاص انا كده انتجت الفيروسز الجديده بتاعتي، النيكد فيروسز كلهم عليهم الفاب بتاعه، تمام؟ ده كده بالنسبه للنيكد. طب بالنسبه للانفلوب ده بقى، نرجعه نرسمه الممبرين بتاعنا، نمسحه ده، لان طبعا الانفلوب بيبقى الفاب موجود على الانفلوب الخارجي مش على الكبسيد. دلوقتي انا كانفلوب ده فيروس، انا تمام ادي الجينوم بتاعي وادي الكبسيد، محتاج الانفلوب بقى. واحنا اتفقنا ان الانفلوب بيشتق من السلمبرين، هو مش لازم السلمبرين، يعني ممكن اورجانيلز ثانيه الممبرين بتاعها يستخدم في الموضوع ده، يستخدم كانفلوب عادي، المهم ان هو ممبرين في الخليه، تمام؟ هفترض هنا ان هو السلمبرين، فانا الفيروسز دي هتطلع عن طريق ان هي تعمل بادنج من الممبرين ده وتاخده معاها. يعني ايه؟ يعني الفيروس ده هيبدا يقرب من هنا، مثلا هنرسمه هنا، وجوه ادي ادي النيوكليك اسيد بتاعه، وهو محتاج يطلع، ولكن هو ماشي هيطلع ياخد الممبرين، بس هو محتاج ان الفاب يبقى موجود على الانفلوب. فاللي بيحصل ان الفاب بيكون موجود بره، يعني الفاب هيجي هيطلع بره على الممبرين، يتعمل هنا، هاجي جاي عامل فاب هنا وعامل فاب هنا وعامل فاب هنا. ليه؟ علشان الفيروسز تيجي تاخده وتطلع. يعني اللي هيحصل هنا مثلا ان الكبسيد ده هيفضل يتزق 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 لغايه ما يطلع يبقى بالمنظر ده، يعني ده هيطلع كده، هيبقى كده، وده الكبسيد، وبعد كده هو طلع وخد الممبرين ده معاه بالانفلوب، يعني هيبقى كده، والانفلوب كمان موجود عليه لان هو خده من هنا. وبعد كده برضو نفس الحركه هتتعمل هنا، هيجي فيروس يقرب هنا، وادي الكبسيد، وبعد كده يطلع يعمل بادنج بالممبرين ده بالفاب، يبقى هيبقى بالمنظر ده. وادي الانفلوب والفاب هنا اهو، وكل دول هيبقوا بنفس النظام، تمام؟ يبقى انا كده عندي الانفلوب دي فيروس، الفاب بيتحط على الممبرين، وبعد كده الكبسيد بيطلع يزق الممبرين ده وياخد الممبرين، يبقى الانفلوب بتاعه والفاب موجود على الانفلوب بتاع الفيروس، تمام؟ ده كده بالنسبه ليه اخر مرحله وهي الريليز. يبقى نراجعه واحده واحده، معلش ريكاب سريع على السايكل كلها. احنا عندنا الفيرال ريبليكيشن سايكل عباره عن خمس مراحل. اول مرحله ريكوجنيشن ان اتاتشمنت، ان انا الفيروس هيتعرف على الخليه اللي هو عايزها وهيمسك فيها. عن طريق ايه كل ده؟ عن طريق الفاب، هو اللي بيتعرف وهو اللي بيمسك، لان هو اسمه فيرال اتاتشمنت بروتين، وبالتالي الفاب هو المتحكم في التيشو تروبيزم، هو المتحكم في ان انا هروح لانه تيشو. يعني الهيباتيتس فيروس اشمعنى بيروح للليفر؟ لان الفاب بتاع الفيروس ده بيحب الريسبتور اللي موجود على الخلايا بتاعت الليفر، يبقى الفاب هو اللي بيتحكم في التيشو تروبيزم، وكمان بيتحكم في الهوست رينج، فانه هوست اللي الفيروس هيروح له؟ هل هو في الفيروسز او سوري، هل الفيروس ده بيروح للانسان بس ولا ممكن يروح للحيوانات؟ ممكن يروح لفار مثلا. على اساس ايه؟ على اساس الفاب الريسبتور بتاعه موجود هناك ولا لا؟
خلاص مسكنا وتعرفنا، المرحله اللي بعدها بينتريشن اند انكوتنج، ان الفيروس هيبدا يدخل للخليه. والله ممكن يدخل بدايركت بينتريشن يخرم السيل ممبرين ويدخل، او ممكن يجي ريسبتور يخدم عليه ويدخله ريسبتور ميديتد اندوسايتوزيس، او لو كان انفلوب دي فيروس الممبرين بتاعه او الانفلوب هيعمل فيوجن مع السيل ممبرين، وبعد كده الكابسد والجينوم هيدخلوا لجوه. خلاص دخلنا هيحصل انكوتنج، ان انا الكابسيد هيسيب الجينوم والجينوم هيروح للمكان اللي هيحصل فيه ترانسكريبشن. والله لو كان ار ان اي فهيفضل في السيتوبلازم، اما لو كان دي ان اي فهو هيروح على النيوكليوس ما عدا البوكس فيروس، لان البوكس فيروس هو دي ان اي فيروس ولكنه بيفضل ان هو يعمل ريبليكيشن بره في السيتوبلازم. ثالث مرحله معانا وهي مرحله التصنيع الاكليبس فيز، المرحله دي اللي هيتم انتاج فيها البروتينات والكومبوننتس بتاعت الفيروس. والله احنا عندنا الاول اوبشنين، يا اما دي ان اي فيروس يا اما ار ان اي فيروس. لو دي ان اي فانا الدي ان اي بتاعي او الدي ان اي بتاع الفيروس هيروح على النيوكليوس علشان يستخدم الانزيم بتاع الخليه اللي هو بتاعنا اللي هو دي ان اي ديبندنت ار ان اي بوليمريز، علشان يستعمل الدي ان اي ده لانتاج ام ار ان اي، والعمليه دي اسمها ترانسكريبشن. بعد كده الام ار ان اي ده هيطلع على المصانع بتاعتي وينتج بروتين. طب لو كان ار ان اي، والله عندي اوبشنين بوزيتيف سنس نيجاتيف سنس. لو بوزيتيف سنس فهو شبه الام ار ان اي، مش محتاج ان هو يعمل ترانسكريبشن فدايركت هيروح يعمل ترانسليشن وينتج بروتين. طب لو كان نيجاتيف سنس، لو كان نيجاتيف سنس فهو محتاج يعمل ترانسكريبشن ينتج الاول بوزيتيف سنس ام ار ان اي، ولكن احنا عندنا في جسمنا مفيش ار ان اي ديبندنت ار ان اي بوليمريز، مفيش انزيم يقدر يصنع ام ار ان اي من ار ان اي، وبالتالي الفيروس لازم يبقى معاه الانزيم بتاعه. يبقى العمليه دي هتتم بالفيرال بوليمريز، بالبوليمريز بتاع الفيروس نفسه اللي هو ار ان اي ديبندنت ار ان اي بوليمريز. كده انا عملت الترانسكريبشن، بعد كده هروح اعمل ترانسليشن وانتج البروتين. واحنا اتفقنا ان في عندنا بروتينات بتحصل بدري او بيتم انتاجها بدري وبروتينات متاخر. اللي بدري اللي هو النون ستراكشرال اللي هم البوليمريزز والريجوليتوري بروتينز، لكن المتاخر اللي هم النيوكليك اسيد وستراكشرال بروتينز وبعض الانزيمات والبروتينات اللي الفيروس بيبقى محتاجها في عمليه الريليز. خليني اقول لك ان البروتينات دي مش لازم تطلع على الشغل على طول، لا ممكن مثلا تطلع كلارج بولي بيبتايد او لارج بولي بروتين. سوري، البروتين الكبير ده محتاج يتقطع الاول ببروتيزز سواء فيرال بروتيز او سيلولار بروتيز، يتقطع علشان كل بروتين يبقى لوحده. او في بعض البروتينات بتبقى محتاجه بعض التعديلات، بعض الموديفيكيشنز، زي مثلا الفوسفوريليشن والجلايكوزيليشن. طيب خلاص احنا انتجنا الكومبوننتس، رابع مرحله هي المورفوجينيسيس او الاسمبلي. هبدا اجمع بقى، مش انت انتجت لي نيوكليك اسيد يبقى الجينوم بتاعي جاهز، انتجت لي ستراكشرال بروتينز يبقى الكابسيد بتاعي جاهز، حط الاثنين في بعض يبقى انا خلاص انتجت البروجيني، انتجت الفيروسز الجديده. عايز اعمل ريليز خلاص هطلع بره. والله علشان اطلع بره فالنيكد فيروس خلاص هو بيركب الكابسيد بتاعه او سوري بيركب الفاب على الكابسيد وبعد كده يعمل سيل لايزز، الخليه يحصل لها لايزز والفيروسز تمشي. طب لو كان انفلوب، لا لو كان انفلوب بقى حاجه تانية، انا محتاج اركب انفلوب. فاللي بيحصل ان الفاب بيتحط بره على السيل ممبرين وبعد كده الفيروسز او الكابسيد يطلع يقرب ناحيه الحته اللي فيها الفاب دي وبعد كده يفضل يزق في الممبرين لغايه ما ياخد الممبرين معاه وعليه الفاب. الممبرين ده اصبح الانفلوب بتاع الفيروس وعليه الفاب، لان الفاب بيكون موجود على الاوتر موست لاير. تمام، ده كده بالنسبه ليه العمليه بتاعه الريبليكيشن بتاعه الفيروس. كده تم انتاج فيروسز جديده، والمفروض ان الفيروس دي هتتولى مسؤوليه ان هي تنشر الانفكشن. يعني كل فيروس من دول هيروح بقى لخليه يعمل نفس الريبليكيشن سايكل دي، يديها الجينوم وهي تصنع له او تنتج له فيروسز جديده وهكذا. وده هيتم عن طريق ان هم هيطلعوا يعدوا او يروحوا يصيبوا الخلايا المجاوره، او ممكن يسيبوا الهوست ده خالص ويروحوا لهوست جديد. ولكن في بعض الفيروسز مش بتعمل كده، في بعض الفيروسز بتنشر الانفكشن ولكن بطريقه مختلفه. خلينا نشوفها على السبوره. احنا دلوقتي عندنا دي مثلا خليه، الخليه دي دخل لها فيروس وانتجت فيروسز جديده وهكذا اهي، وادي الجينوم. وطبعا الخليه دي عندها النيوكليوس بتاعتها عادي. قال لك ان المفروض هنا يحصل ريليز خلاص، ما انا عملت الاسمبلي. ولكن لا، في بعض الفيروسز ما بتحبش تعمل ريليز، ما بتحبش تطلع من الخليه. طب مش عايزها تطلع ليه؟ قال لك عشان تهرب من المناعه، مش عايزه المناعه والانتي بوديز تشوفها. ولكن هي مش هتفضل قاعده كده، ما هي برضو عايزه تنشر الانفكشن. فهتنشرها ازاي؟ عندك طريقتين.
اول طريقه ان هي تروح على خليه جنبها، الخليه دي ما فيهاش فيروس ولا حاجه، وطبعا هي عندها النيوكلياس بتاعتها، فتيجي تعمل فيوجن للخليتين دول مع بعض، يعني الخليتين دول يبداوا يلحموا في بعض وبعد كده يفتحوا على بعض بقوا خليه واحده، وبعد كده الفيروس منهم يروح يدي الجينوم بتاعه للخليه وتنتج منه فيروس جديده وهكذا، بعد كده يجوا جايين على خليه ثالثه، خليه برضو فيها نيوكليوس، يفتحوا على بعض، يجي فيروس منهم رايح لها يديها الجينوم بتاعه تنتج فيروس جديده، يبقى هم كده بينتجوا او بينشروا الانفكشن. الحركه دي اسمها مالتي نيوكليتد سيل فورميشن. طبعا مالتي نيوكليتد لان كل خليه منهم كان ليها النيوكلياس بتاعتها، ولكن لما فتحوا بقت الخليه الكبيره دي فيها اكتر من نيوكلياس، او بنطلق عليها ساعات سينسيتين. تمام، ده مين اللي بيعمل الحركه دي؟ اللي بيعمل الحركه دي الباراميكزو فيروس. يبقى احنا عندنا الباراميكزو فيروس مش بيحب يطلع عشان بيخاف من المناعه. طب هيعمل ايه؟ هيعمل سنسيتيا، هيخلي خلايا كتير تفتح في بعض، يعمل حاجه اسمها مالتي نيوكليتد سيل فورميشن، وهينشر فيهم الانفكشن. طيب في طريقه تانية تهرب من المناعه بيها او تنشر بيها الانفكشن؟ قال لك اه، يعني لو احنا جينا نمسحه، دي كده الخليه اهي، قال لك ان في فيروسز بتنتشر عن طريق انها تنتقل للدوتر سيلز، يعني مش الخليه دي مسيرها ان هي تبقى خليتين تنقسم وتبقى اتنين، فلما تنقسم هتبقى كده خليتين جداد، اسمه فيرتيكال ترانسميشن، وطبعا كل واحده منهم فيها النيوكلياس بتاعتها عادي، ومثلا دي خدت شويه فيروسز ودي خدت فيروسز، فواحد في كل خليه هيدي الخليه الجينوم بتاعه عشان تنتج لهم فيروس كتير، وبعد كده كل خليه منهم تبقى اتنين، وكل خليه منهم هتنتج فيروس جديد وهكذا. ده كده اسمه فيرتيكال ترانسميشن، واللي بيعمله الريترو فيروس. يبقى احنا كده عندنا في فكره ان انا انشر الانفكشن عندي اوبشنين، يا اما اطلع من الخليه واروح اعدي خلايا تانية، او اروح اعدي هوست تاني، او ممكن اخاف من المناعه واروح او اعمل انتشار للانفكشن من غير ما اطلع، من غير ما اعمل ريليز. ازاي؟ يا اما عن طريق سيل تو سيل فيوجن، خليتين يلحموا في بعض واعمل سنسيتيا او مالتي نيوكليتد سيل فورميشن، واللي هو بيعمل كده الباراميكزو فيروس، او ان انا اعمل فيرتيكال ترانسميشن، ان انا اتنقل الى الدوتر سيلز، واللي بيعمل كده هو الريترو فيروس. ده كده بالنسبه لي المحاضره دي، اتمنى يكون الشرح كان مفيد وتكونوا استفدتوا، ونتقابل المره الجايه ان شاء الله.